هل تعلمون ما هذا؟ إنها القرنطيطة. أكلة جزائرية، أكلة جزائرية 100%، يأكلها الفقير والقني. إنها محبوبة في الجزائر. جميلة. إنها قرنطيطة. إنها محبوبة الجزائريين في محبوبة الجزائريين هذه الأكلة. تجدها في كل مكان. قرنطيطة. وتستطيع أن تعملها في البيت في مكونات بسيطة. هذه الأكلة لا يحبها إلا الكفرة الفقرة عباد البقرة. هل جربتم القرنطيطة يوما؟ إنها من أشهر الأكلات في الجزائر. القرنطيطة تأكلها في شهر رمضان عادي نورمال، تصوم رمضان كامل ما تأكل، ما تفطر، ما والو. يا قدكم الجزائريين والله شرفتونا، والله ضيعتونا قسما بالله. بونوسيرا 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 بيوتيفول. اوه جادوغ. كيف تقول بالفرنسي؟ جادوغ. تمساح ديناصور ديناصور. والله أكلة جزائرية يا جماعة، نحب ونموت عليها. أيوي ويلكم ويلكم تو الجزائرية، ويلكم، مرحبا فيكم. تابعونا على قناتي في اليوتيوب يوميات يماني في الجزائر. السلام عليكم.